السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أبو عمر عادل العازمي من دولة الكويت. الحمد لله رب العالمين، أنا أعتبر نفسي ابن هذا البلد، ابن دولة بنين أو جمهورية بنين الشقيقة، وهذه الزيارة لي تقريبا العاشرة إلى دولة بنين، والحمد لله رب العالمين. معانا أعمال كثيرة قدمناها، آلاف المشاريع، آبار ارتوازية، آبار سطحية، كذلك مدارس، كذلك دور إيواء الأيتام، وكثير من المشاريع الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين خير الجزاء، وإن شاء الله عز وجل أننا سنستمر ونقدم المزيد والمزيد في هذا البلد الطيب، لأن من خلال زيارتي ومن خلال احتكاكي مع الشعب البنيني، شعب طيب جدا جدا، وأهله راقين جدا ومحترمين، ويحبون الخير للناس، ويسهلون الأخوة. كذلك الأخ محمد الثاني جزاه الله خير، عضو البرلمان، سهل لنا جميع الأمور من تنقل ومن زيارات ومن جولات، كلها سهلها لنا ويسرها لنا، الحمد لله رب العالمين. وهذه الأمور هي التي تجعل المحسن أنه يقبل ويأتي من بلده ليقدم الخير للناس. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.